خلينا يعني نروح ليه ايضا، يعني نروح بقى لمسلسل تاني، مسلسل جودر. جودر من وحي الف ليله وليله. هنعيش مع يعني مسلسل خيالي جميل، محتاجينه شويه كده، شويه نسمه وحاجات حلوه. الفنانه لينا شامبينيان، لينا الحقيقه هتغني شامانيان، لينا لينا هتغني تتر مسلسل جودر. فخلينا نسلم على لينا ونقول لها مساء الخير يا لينا. مساء النور، كيفكن؟ احنا تمام الحمد لله، منوره. وده بالنسبه لك اول تعامل مع الدراما المصريه؟ لا، ده ثاني تعامل. اول تعامل كان، لا الثالث الحقيقه، ثالث تعامل. اول تعامل كان طلع على الشاشه، كان في مسلسل لهلا، كانت أغنية هنعيش ونشوف سنة 2020. تمام. بعدين عملت تيتر مسلسل النزوة للمخرج أمير رمسيس، كان على منصة شاهد. فوقتها كتبت الكلمات واللحن، كان توزيع أستاذ سامر كرمان. دلوقتي كتير مبسوطة بالتعاون الثاني أو الثالث حتى مع شركة أستاذ سامر مرتضى. سنة 2009 كده جيت وقتها على مصر، سجلت تريلر، كان فيلم ألف ليلة وليلة يومها. فالمسلسل أو الفيلم وقتها ما طلع، ما شاف النور. فمبسوطة أني يكون موجودة في المسلسل هاي السنة ولو بعد 15 سنة. طب أنت عارفة لينا أنه يعني إحنا في مصر متعودين على ألف ليلة وليلة، وهي من الأيقونات كانت في رمضان، يعني أعمال ألف ليلة وليلة. ومش ممكن ننسى كمان صوت الفنانة سميرة سعيد، احكي يا شهرزاد، يعني حتى يعني عاشت الأغنية سنين كمان غير المسلسل. فأنت كمان بالنسبة لك ده إن شاء الله تبقى أغنية تعيش كمان مع مسلسل، يعني واضح الإبهار فيه، يعني عنصر الإبهار فيه عالي جدا. المسلسل عظيم، يعني أنا حضرت شوية من الحلقات. أنا عم سجل أغنية البرومو أو أغنية المسلسل. حقيقة العمل مذهل، يعني التفاصيل موجودة جوا. لما كنت عم تفرج عليه حسيت أني فعلا كأني عم بشوف عمل عالمي بعوالم موازية، بنفس الوقت هو شيء شرقي بيشبهنا موجود حوالينا. نحن كلياتنا بنشوف حالنا بالشخصيات، أنا شخصيا عم بحب أعيش بهذا العالم الموازي، لأنه هو شيء اليوم بيبعدني شوي عن قساوه الواقع. يمكن اكيد بالنسبه لي حتى لما كنا بسوريا كنا دائما نحضر الف ليله وليله من مصر. ايوه، الشريحه الموجوده في الفيلم اللي موجوده طبعا صوت اكيد، يعني دائما صح، هو مصر مربوطه مع الف ليله وليله من لما كنا صغار. ايوه، مربوطه بالمسلسل. انا متوقعه ان شاء الله انه يكون تتر حلو، اكيد صوتك جميل ورائع، وان شاء الله يبقى مسلسل متكامل، الصوره والصوت والاداء باذن الله. وكمان هيبقى فرصه ان شاء الله اول ما يتم اذاعه المسلسل ان احنا كمان يا اما نشوفك وتبقي موجوده معانا، يا اما كمان نتكلم على التتر بعد ما نسمع طبعا التتر بشكل كبير. فرصه كمان وجوده على الشاشه كل يوم اعتقد بالنسبه لك هتبقى فرصه حلوه مع الناس. أكيد كثير مبسوطة إني حأرجع فوت على بيوت المصريين وقلوبهم، يعني دائما المسلسلات هي أقرب طريق. فمبسوطة إنه تحديدا بهذا العمل اللي بيشبه شخصيتي، اللي بيشبه كيف بحب غني. حتى بتعرفي حتى الأغنية اللي موجود بالبرومو، القسم الصغير اللي موجود، هو بيورجي قد إيه الغنية مختلفة، قد هي مصنوعة حتى بطريقة خيالية شوي، بطريقة فانتزي شوي شوي المسلسل. استعراض طبقات الصوت، قد ايه كان الكلام مبني على الحكايات والألغاز، نفس الوقت الطبقات الصوتية اللي موجودة قد ايه من طبقات الواطية، طبقات كتير عالية. ما فيش أي مقطع كده ولا أي حاجة يعني نسرقه دلوقتي؟ هو مع الأسف أنا دلوقتي موجودة بره، فأنا أيوة. صعب جدا أغني. لا ان شاء الله، يعني احنا هننتظر خلاص باقي ايام ونسمعه مكتمل ويبقى بقيمه العمل باذن الله. هتنوري باذن الله، وان شاء الله لينا كلام تاني اكيد على المسلسل ان شاء الله. يا الفنانه لينا بشكرك شكرا جزيلا، وبالتوفيق لتتر مسلسل جودر. الحقيقه المسلسل الصوره يعني بتشد، وانا متاكده ان السنه دي باذن الله الدراما يعني فيها اختيارات رائعة، وفيها محتوى، وفيها
صورة وفيها شكل وفيها يعني الناس بإذن الله هتستمتع، لأنه الإبداع في مصر لا يتوقف.